يمكن النهارده شفنا فيديو متداول بشكل مش طبيعي للفنان محمد فؤاد وهو في مستشفى. مش عارفه انا ينفع اقول اسم المستشفى ولا لا، بس ما احبش ان انا اذكر اسم المستشفى، ان هو بيضرب واحد من الاطباء. فالناس بتقول لي احنا لازم نتكلم على الموضوع ده وانت كمذيعه واحنا مش عارفه ايه. تعالوا نشوف الفيديو وبعدين اعلق معاكم على الموضوع ده واشارككم الحكايه. معرفناش نسمع حاجة من كتر الشتايم اللي عمالة تتقال. نسمع ايه؟ هو مين اصلا اللي بيصور فيديو زي ده؟ يعني اجي هو محمد فؤاد اهو، احنا شايفين يعني بيحاولوا يهدوهم بقى، يعني بيحاولوا يهدوه. انا بستغرب 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 بجد والله العظيم. يعني احنا لما ننشر فيديو زي ده راجل في المستشفى وحالته النفسية زي الزفت، هنستفاد ايه؟ والله العظيم هنستفاد ايه؟ اولا احنا لو كنا في مكانه، الله اعلم الله اعلم المره 19 ايه اللي بيحصل. وانا واحده من الناس، انا واحمد اتحطينا في نفس الموقف، انا واحده من الناس اللي اتحطيت في نفس الموقف واخويا كسر ايده بسبب ان الطبيب كان قاعد حاطط ايده في السماء كده يقول لي معلش حضرتك اصل لازم تمضي ورق حضرتك، وانا امي جالها سكته قلبيه. هو مبدئيا اللي بينشر فيديو زي ده واللي بيصور ايه هدفك عشان تعمل ايه بالظبط؟ انا مش عارفه. دي حاجه، ونكتب التايتل تحتيه انه محمد فؤاد يعتدي على كذا 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 كذا. يا ابني يا ابني، انت ما تحطتش في الموقف ده عشان تعمل كده، ويوم من الايام الدنيا هتلف. ادي حاجه، بس احنا لسه ما عرفناش ايه الموقف يا رنا. يعني لسه ما عرفناش اللي حصل. احمد احنا نرجع بقى بعد اول حلقه. لا احنا شايفين، والله شايفين بس جزء من الخناق، يعني احنا ما شفناش البدايه. اللي حصل لك احمد، اي واحد في الموقف، انا مش هقيس على كل، مش هقيس الدنيا او اللي انا شايفه دلوقتي على اللي حصل. لا 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 اللي حصل لك. لا لا معلش، احنا ما شفناش الموضوع من الاول. هو في حد يدخل المستشفى؟ معلش مع كل احترام شديد، هيدخل المستشفى هتكون اعصابه هاديه؟ طب ما احنا عارفين ان اي واحد في الدنيا بيدخل بيقول لك اخوه كان هيجي له جلطه ولا جاله جلطه النهارده، داخل بجلطه النهارده. انت لا قدر الله لا قدر الله حد من أيوة اهلك دخل. ايه اللي حصل يعني؟ حتى ايه اللي حصل يعني؟ اللوم مين؟ طيب لسه احنا لسه ما نعرفش اللي حصل عشان نبدا نلوم حد او ندافع عن طرف ضد طرف تاني. ما لا انا اسفه، الطبيب وظيفته انه يهدي البني ادم، انه لازم يستوعب ان واحد خايف على ان اخوه يتوفى. ده شغلانه الطبيب، شغلانه الطبيب ان هو يستعجل، شغلانه الطبيب انه يقول له ما تقلقش الدنيا هتبقى كويسه. هو مش فاهم، انت بتكلم واحد مش فاهم، عارف ان اخوه جوه في المستشفى وهو مش عارف ايه اللي هيحصل، او جوه في الاوضه ومش عارف ايه اللي هيحصل. بصي انت عندك حق لو الطرف الثاني هو الغلطان، لكن احنا لازم نعرف اللي حصل بالظبط. واحنا معانا دلوقتي على التليفون الدكتور خالد امين، الامين العام المساعد لنقابه الاطباء. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ممكن اعرف منك ايه اللي حصل النهارده؟ انا سمعت اخر الكلام من معرفش مين بيتكلم مع حضرتك، بس سمعت اخر الكلام. احنا خلينا نتفق على 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 يعني قاعده عامه تفري على كل المواطنين الجمهوريه، ليس من حق احد الاحباء على مواطن اخر باي شكل من الاشكال الا اذا كان بيوجه احباء. طبعا اكيد يا فندم. طبعا اكيد يا فندم. طبعا ده اكيد كلنا متفقين. من حقنا ان احنا نحط مبررات، مش من حقنا ان احنا نحط مبررات لاحباء اي مواطن على مواطن اخر. علشان كده انت معانا النهارده يا فندم، علشان كده انت معانا دلوقتي علشان نعرف منك ايه اللي حصل بالظبط. ما انا بقول لحضرتك انا كان بيشتغل عقاري الموظف كلمني بدل ما تشيل شويه بلاكسه مش عارف ايه وبتاع، وده اللي حد يكلمني يقول لي والله ده عمل يا حصل. انا للاسف الدوله بتوفر قرارات شرعيه، مش شكوى، قرارات شرعيه للابناء وقرارات شرعيه للمحاسبه، وقتل اطباء شخصيا هي احدى هذه القنوات التي تحاسب الاطباء اذا قصروا او خالفوا اداب المله في اي مرحله من مراحل تقديم الخدمه الطبيه. وهل الطبيب النهارده قصر ولا لا؟ عايز اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط. انا مش قادر احكي الواقع بالظبط،
هوصل حضراتكم بالطبيب، هوصل حضراتكم بالحكم اللي كانوا موجودين ساعتها في الواقع، لكن اللي وصل لنا ان في حصل اعتداء من المواطن الاستاذ محمد فؤاد على الاطقم الطبيه، وهددهم بان انتم مش عارفين انا مين وانا اقدر اعمل حاجات كتير وحاجات بالشكل ده. ايوه يا فندم، ما هو اكيد اكيد في سبب، ما احنا بنكلم حضرتك علشان نعرف بس السبب، نعرف البدايه فين. وهناخد اجراءاتنا برضه والله كبير في اي وقت من الاوقات بعد ما ناخد حقنا من المعتدي على الاطقم الطبيه. بمناسبه المعتدي على الاطقم الطبيه ده مش بيخالف القانون في نقطه واحده، بيخالف النقطه القانون في خمس نقاط، مش بس ان هو بيعتدي على موظف عمومي، بل احيانا يحدث تمثيليات في الشركات العامه، بيعطل تقديم خدمه الطوارئ للجمهور، بيحدث حاله من هذا المرض في منشاه بتقدم خدمه مهمه للمواطنين. وعلى فكره مش بس خمسه، ده هو سلسله من الاتهامات بتوجه لهذا المواطن المعتدي. طب ايه الاجراءات؟ معلش يا دكتور اتفضلي. ما يبالغ على فكره في 99% من المجازات اللي بتتقال احيانا لما بنيجي نتحرك في الموضوع بنكتشف ان هي مجازات وهميه، نزلها على الشخص اللي داخل، الشخص اللي داخل ده معاه اخوه، معاه والده، معاه ابنه، معاه بتاع. طبعا الان سلاما عليكم. اه والله يا دكتور انا نفسي اعرف والله. الدكتور بقى شغال مع حاجه ثانيه اصعب، الدكتور كان بيتعامل مع حاله مش عارف عامله ازاي، الدكتور بيمشي شويه بس هو عايز يجي. يعني بتلاقي هي الحكايه اللي بيعملها التوتر اللي بيعيشه دكتور خالد. اسمح لي اقطعك، اسمح لي اقطعك يعني بس يا دكتور خالد، واسالك على حاجه بشكل مباشر. دلوقتي في كلام مكتوب على السوشيال ميديا انه الاستاذ محمد فؤاد دخل باخوه وكان تعبان، وهو بيقول انا عايز يتكشف على اخويا بشكل سريع جدا. الطبيب اللي واقف معاه محمد فؤاد قال له طيب املى الورق ده الاول، وبعدين محمد فؤاد من هنا ابتدى يتعصب. هل ده حصل ولا ما حصلش؟ لا انا ما اقدرش اجزم بالقصه. امال مين يجزم يا فندم؟ ما انا معلش الموضوع وخدنا الملف من اول ما اتاكد ان في اعتداء، وده اللي يهمنا اكثر في الموضوع قبل ما نقول ايه اللي حصل. لا 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 معلش معلش يا دكتور، انا يا دكتور احنا تقديم خدمه طبيه، انا مش هدخل خناقه اصلا. لا دكتور معلش معلش دكتور، احنا سامعين حضرتك وبنحترمك جدا وبنحترم الكلام اللي انت بتقوله، وما ينفعش حد يعتدي على حد، بس في نفس الوقت يا دكتور معلش لو حضرتك محطوط في نفس الموقف، لان الموقف ده حصل كتير جدا جدا جدا، واحد داخل وحضرتك لا انا مش عارفه. هو الاجراءات، انا بالنسبه لي الاجراءات اللي هتتاخد النهارده تجاه الطبيب لو طلع ان هو غلطان فعلا، ايه هي الاجراءات من الاخر؟ لو هو على حسب بقى المخالفه الطبيه اللي عنده، على حسب ال اه فالمخالفه الطبيه مالهاش دعوه بان هو فيه هو قصر فيه، فهيطلع ان هو ما عملش حاجه. تمام، بس احنا ما عندناش حاجه واضحه ومخالفه واضحه لشخص ليس له صفه بيعتدي على مواطن. انا لما بقول لك ما تمشيش على طبيب، انا مش هنعرف نمسك عليه حاجه. ايوه يا فندم، طب في تحقيق هتفتحه النقابه، في اجراء معين هتعمله النقابه سواء مع الطبيب او سواء مع استاذ محمد فؤاد؟ مع الطبيب، هتدور مع الطبيب ايا كان الوقع والاحداث والتفاصيل اللي حصلت قبل الاعتداء، هتدور مع الطبيب في حاله زي الاعتداء. واذا تلقيت شكوى من المريض او اهل المريض بخصوص تقصير الطبيب في واجباته هحقق وهحاسب الطبيب لو كان في تقصير موجود عنه. لكن احنا لو هنفتح الباب يا جماعه لتبرير دايما للناس، محدش بيبرر اي اعتداء، محدش بيبرر اي اعتداء. انت كل يوم هتلاقي كل دكاتره في مصر، كل تلميذ مصري على فكره يا دكتور محدش بيبرر. وهو معاه حد من اهله وهو مبسوط وسعيد ومرتاح، اكيد طبعا متوتر وقلقان. والله احنا بنشوف ناس بتبقى بتتعامل مع ناس مع مريض دي حال الموت، واحد ثاني بيجن كده علشان خاطر يكشف على ابنه عشان خاطر ابنه سخن. ماشي يا دكتور، انت دكتور انا اسفه لقطع كلامك، بس حضرتك محسسني ان احنا بنهاجم حضرتك. احنا مش بنهاجمك ومش وظيفتنا ان احنا ده حضرتك نهاجمك. معانا دلوقتي عشان تعرفنا اللي حصل. احنا النهارده بنشوف مش حاجه تانية، بنشوف ايه هو الاجراء اللي هيتاخد من حضراتكم تجاه الطبيب لو غلط، والنهارده احنا بنوعي الناس
مفيش مشكله خالص. المفروض ان انت اي واحد في الدنيا مش بس في مستشفى ان هو يتعامل مع الاخر بطريقه سليمه، لكن النهارده اللي بيحصل وكلنا عارفين ده ان الطبيب النهارده بيروح يقول للمريض لا حضرتك لازم تمضي الورق الاول، لا الاول لازم تدفع داون بيمنت عشان يكون اللي جوه اخوه ولا باباه ولا 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 يكون خلاص جاله سكته قلبيه لا قدر الله وراح عند ربنا. نعم يا دكتور، يا دكتور الدكتور ما بينفذ تعليمات إدارية في غير حالات الطوارئ فخلاص محاسب الإداري بقى لو ده بيخالف القانون، لكن في حالة الطوارئ لو المريض ده في الشارع الطبيب واجب عليه إن هو يقدم له خدمة الطوارئ اللي هي مسؤول يا إما فيها إنقاذ للحياة أو إنقاذ لعضو من أعضائه من التلف أو حمايته من عاهة مسؤولين أو غيره. طب يا دكتور خالد اللي انا الدكتور الذي نرجع عليها لا يتم ورق ولا يتم اجراءات ولا يتم كذا. الحاله دي على فكره غير متحققه في الحاسه رغم ان انا بقول لحضرتك انا تفاصيلها كلها لسه افضل اللي يحكيها اللي كان حضرتك، لكن في غير هذه الحالات والله لو في تعليمات اداريه وفي دوله بتقول زي الحاله اللي كانت حصلت في سوهاج الدكتوره قال لها والله ما لازم يدخل لازم تذكره لازم ما اعرفش ايه وحاجات مش كده ما ليش عاجبه طبعا الدكتور هو المتهم في هذا الامر. انا اللي صاحب الاجراءات الادويه هو اللي حضرتك بتتكلمي معاه. الطبيب ما عندوش كرش فده دايما بيقدم للناس وبيقدم للجمهور في كل حادثه بنشكرك بنشكرك يا دكتور خالد ومستنيينك توصلنا بالدكتور الكنترول هيبقى مع حضرتك علشان توصلنا بالدكتور صاحب الواقع. معانا على التليفون مين ده؟ معانا على التليفون الصحفي الزميل الاستاذ فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهره 24. استاذ فتحي مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا رنا، اخبارك ايه؟ مساء الخير يا استاذ فتحي، اهلا بيك. طبعا احمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طبعا حضرتك شفت وسمعت دكتور خالد وهو معانا على التليفون ورده على اللي حصل النهارده. نحب نعرف من حضرتك طبعا بشكل صحفي اللي تم تداوله من خلال الجرايد والمواقع. انا بسمعكم بصعوبه. الواقعه اخر ابديت ليها عندنا ان الدكتور مساعد او استاذ مساعد في مستشفى عين شمس التخصصي حرر محضر ضد المطرب محمد فؤاد في اسم شرطه الويلي يتهمه فيه بالتعدي بالسب والقصف لما راح يعمل قسطره في قسم القلب في المستشفى لاخوه. طبعا حصل التعدي بعد مناوشات او بعد طبعا زي ما حضراتكم بتعرضوا دايما او بنشوف اهالي المرضى بيبقوا طبعا محتاجين متوترين طبعا محتاجين كل اهتمام الستاف الموجود. كان في طبعا دور وكان في بقيه حضور ده طبعا المعلومات الاوليه المتاحه لينا. تم هناك شد وجذب وبعد كده تعدى وامتد الى اشتباك بالايدي. ايه اللي حصل يعني ليه حصل الشد والجذب اصلا؟ بسبب يعني مناوشات محمد فؤاد من الممكن انه كان ينتظر مزيد من الاهتمام باعتباره نجم شهير ونجم كبير. طبعا ده كله هتشوفه التحقيقات لان حتى الان لم يتسنى لينا الا سماع اقوال او التعرف على اقوال طرف واحد من الواقع، لان الطرف اللي هو حرر المحضر اللي هو الطبيب الاستاذ المساعد في قسم القلب المستشفى عين شمس التخصصي. الاقوال او الزاويه الاخرى من القضيه في عند المطرب محمد فؤاد لسه ما عرفناهاش لان هو لسه ما راحش النيابه العامه. النيابه العامه نيابه غرف الكليه بتحقق في الواقعه بشكل كامل وتم الاستماع فيها لاقوال عدد من الاطباء والعاملين في المستشفى وشهود العيان. ومن المقرر طبعا او المنتظر محمد فؤاد سيمثل امام النيابه العامه للادلاء باقواله، ومن المتوقع ان هو يتهم الاطباء ايضا ويبادلهم التهم. وهنشوف خلال الساعات اللي جايه وجهه نظره وايه اللي حصل من الزاويه الاخرى، لان حتى الان زاويه المستشفى والطبيب ما فيش اي تفاصيل من المحضر ومن في القاهره 24. في موقع القاهره 24 مكتوب انه محمد فؤاد كان وهو بيزعق بيقول لهم انتوا مش عارفين انا مين، ليه الاستهتار ده، مش عارفين انا مين. هل الكلام ده حصل ولا لا؟ خلينا اقول لك ان النقل على لسان شهود العيان وعلى لسان الحاضرين للواقعه لان احنا انفردنا بالفيديو ونشرناه بالظبط
حتى مدير اعمال محمد فؤاد ليه روايه ثانيه مش عايز اقولها لحضرتك لان روايته ربما تكون ليست دقيقه، وبيقول ان بس انت طب ممكن تقول لنا الروايه برضه عشان نعرف الروايه طبعا. يعني الطبيب هو بيقول على لسانه طبعا هو ليس طرف له، هو مجرد مدير اعمال الفنان بيمثله الفنان قال شافه الدكتور فمجرد ما شافه قال طلعوا لي البني ادم ده بره. طبعا يعني هي روايه ليست دقيقه لكنها مذكوره ولكنها على لسان مدير اعمال ومنشور عندنا في القاهره 24. هل تحصل نيابه وتحقيقاتها التحريات المباحث واجهزه الامن في الاول وفي الاخر التحقيقات تكتمل وبعد ما تكتمل ان شاء الله نعرف ان حضرتك تنورنا مره تانية ونعلق على يعني خلينا نقول القرار ده. بنشكرك جدا استاذ فتحي نورتنا في القاهره اليوم. موضوع غريب قوي، موضوع غريب ورايح جاي ولسه التفاصيل مش مبامله، لكن كل طرف بيدافع عن نفسه بشكل كبير قوي. دكتور خالد لما دخلت ان احنا ممكن نكون بنهاجم، عايزه ارجع اكد على النقطه دي، احنا ما بنديش اي عذر لاي حد انه يعتدي على اي حد طبعا، ما ينفعش ولا لفظيا ولا بايده ولا ان هو يبص له بصه مش كويسه ولا 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 الكلام ده كله. بس تعالى معايا تخيل ان الدكتور اللي انت رايحه حاسس ان انت بعد ربنا روحك في ايده. النهارده الدكتور اللي لازم يقعد في الطوارئ ده لازم يبقى دكتور مختلف تماما عن اللي قاعد في اي ديبارتمنت تانية او في اي اداره تانية او في اي حته تانية. ليه؟ لانه اول واحد بيستقبل المريض ده اللي هو حادثه، اللي هو تعبان، اللي هو فيه مصايب الدنيا. فالنهارده ده لازم يبقى متدرب على الذكاء العاطفي ده بجد والله. الذكاء العاطفي يعني ازاي اتعامل، ازاي امتص غضب اللي قدامه، يعني ازاي اهدي الشخص اللي قدامي ده. بس هو السؤال هنا يا رنا، يعني دلوقتي اخو محمد فؤاد داخل يعمل قسطره علشان عنده مشكله صحيه كبيره، هل طبيعي ان هو دلوقتي يقف يتخانق؟ طب ما اخوه وضعه هيكون عامل ازاي؟ يعني انا دلوقتي ضيعت وقت قد كده في الخناق، هو فكر وضيع وقت قد كده في بعد كده النهده، طب ما هو اخويا بقى المفروض اعمل فيه ايه؟ او ايه اللي يحصل معاه في الوقت ده؟ هل هما لحقوه في الوقت ده ولا ايه اللي حصل؟ اديك انت قلتها، هو عارف انه هيخسر لو هو اعتدى على حد او لو زعق لحد، ده مش من مصلحته. فايه اللي يوصله لده؟ ان اكيد في حاجه حصلت النهارده. انا يعني عايز انقذ اخويا، انا برضو مش شايفه مبرر واضح لان اعمل مشكله مع الدكتور وبالشكل ده. أنا معلش انا محمد فؤاد، أنا يعني ايه؟ انا هكلم محمد فؤاد يعني مش إنسان؟ يعني هو بيقول انا مش انسان، لا انا قصدي ان انت دلوقتي نجم معروف ليك علاقات كبيره إيه؟ كل الحاجات قدامك متاحه، انت دلوقتي ما تقفش تكلم حد انت شايف ان هو ما بيعملش شغله. لو دي وجهه نظرك لا على طول اطلع للي فوقيه، هتتحل المشكله، انقذ اخوك والحق اعمل اي حاجه. لا لكن مش تقف تتخانق ونشوف المشهد اللي احنا شفناه ده كله. ما هو اخوك ايه اللي حصل له بعد كده؟ الدكتور لما بيجي بنته هل ده أو مشهد ابنه يليق بنجم؟ ثانيه انا مش هكلمك يا احمد حتى نجم، ده انسان يا احمد. انا عارف انه انسان، طيب انا عارف انه انسان. النهارده يعني ايه نجم؟ النهارده الدكتور لما بنته او ابنه بيعيط ما بيعرفش يعالجه، فانت جاي النهارده تقول لواحد فكر ان انت نجم واخوك جوه في المستشفى؟ لكل مقام مقال. انا دلوقتي في مشكله كبيره احلها وبعدين يحصل اللي يحصل. لا 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 اعمل اللي اعمله بعد كده يا عمي، مش مبقاش في نص المشكله واقفه اتخانق مع الدكتور انه عايزني املى ورق، عايزني اعمل اي حاجه في الدنيا. لا احمد لا يعني انا اكلم اللي فوقي على طول في ثانيه علشان احل مشكله اخويا اللي جاي دي. مش عارفك ايه اللي حصل. خلينا بس ما نسبقش الاحداث، ولا احنا بنهاجم الاطباء، مع ان انا بقول يا رب يا رب نشوف منظومه صحيه بجد تتعدل بالاخص في العنايات او الطوارئ، لان موضوع الطوارئ ده مهم جدا والعنايه المركزه مهمه جدا. لكن خلينا نقول ان الطوارئ اهم حاجه. اتمنى لان انا شفتها مره واثنين وثلاثه وشفت اللي بيحصل، مش عايزه اعمم الموضوع على الناس، لكن كتير جدا من اللي بيحصل لازم يتعدل ولازم يتصلح من الاطباء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو حد اعتدى على حد ايا كان بقى نجم مش عارفه مين، كله لازم يتحاسب طبعا، كله لازم، ولازم يعتذر لو هو طلع بره شعوره ده اكيد. فاحنا ولا بندي عذر لده ولا بندي عذر لده، بس اتمنى برضو مره واثنين وثلاثه نشوف ان يكون في تسليط الضوء وفي تعديل في اللي بيحصل في الطوارئ ده اكيد.